ازاي البطوله الدوري المصري هي شايفها ازاي هتساعد الكره المصريه في ان هي تخرج كوادر ومواهب للكره المصريه؟ لا طبعا هي فكره لذيذه جدا، وانا شايف ان هو انيشيتيف محترم هيعود على الدوري المصري بفوائد كتيره جدا. حتى لو احنا ما اتكلمناش على الدوري الممتاز، احنا ممكن نتكلم على الدرجات الثانيه. احنا بنفتقد التنظيم ده والحاجات اللي احنا شايفينها النهارده، فانا شايف ان هو النهارده هو بيدي فرص لناس كتيره جدا انها تكون موجوده تلعب كوره بشكل تنافسي. احنا بنفتقد ده لان احنا برضو عندنا عدد قليل جدا من الفرق في مصر، عندنا 4 درجات بس، فمش كل الناس قادره انها تبقى موجوده في دوريات او تلعب بشكل تنافسي. لا انا النهارده شايف ان الناس دي كلها تستحق ان احنا نبص لها نظره ثانيه، تستحق ان احنا نشوف التنظيم ده وان احنا ننفذ التنظيم ده بشكل احسن بكتير وشكل اكبر على الدوريات سواء الممتاز بي او الدرجات اللي تحت. يعني هل ممكن نشوف نادي جولدي مثلا بيعمل اكاديميه او بيبص على المواهب اللي هنا مثلا بحيث ان هو ممكن يكون يخرج منها للكره المصريه في المستقبل؟ اكيد. انا زي ما بقول لك احنا برضو بنفتقد الحاجات دي. النهارده في مواهب كويسه جدا، في عناصر كويسه جدا النهارده في الماتش اللي احنا شايفينه قدامنا، تستحق ان الانديه دي كلها تشوفها. فمش بس جولدي، لا الدرجات كلها المفروض تيجي وتتفرج وتشوف الناس دي، يمكن يبقى في كادر او اتنين او عنصر او اتنين من اللعيبه اللي موجوده دي قادر ان هو يبقى ليه مستقبل كبير جدا في الكوره في مصر. يعني بما انك لعيب كوره برضو، قول لنا كلاعب كوره إيه انت شايف ايه الفرق بين لعيب الكوره اللي في الدرجه الادنى او في الدوري المصري هو مثلا ولعيب الكوره اللي في الدوري الممتاز؟ يعني يعمل ايه عشان يوصل للمرحله المتقدمه؟ بص، خلينا متفقين ان الكوره في مصر عامه الفوارق بتبقى بسيطه جدا ما بين اللعيبه، يعني مش 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 كل اللعيبه بتبقى فرقه كتير عن بعض. طبعا الدوري الممتاز بس هو اللي فارق شويه من حيث الامكانيات، من حيث اللياقه البدنيه، من حيث التمرينات اللي هو بياخدوها. لكن لو الدرجات اللي تحت تبص لها نفس البصه وتاخدوا نفس الامكانيات، اعتقد ان مش هيبقى في فرق كبير جدا، وده تاني هقول لك هيعود على الكره المصريه بشكل كبير جدا جدا طبعا. فانا شايف ان الدرجات الثانيه والثالثه او الادنى عن الدوري الممتاز تستحق ان هي يبقى فيها نفس الامكانيات، او حتى بشكل نسبي يبقى فيها امكانيات، يبقى فيها ميديا كفرج. النهارده احنا شايفين في الجول موجوده في دوري الهواه، في الجول بتغطي على قد ما تقدر دوريات الممتاز بيه والدرجه الثالثه. فاحنا محتاجين ده، محتاجين ناس زي في الجول تاني انها تبقى موجوده وانها تدي اللعيبه اللي تحت حقها، لان احنا عندنا عناصر كويسه جدا قادره انها تفيد دوري ممتاز وقادره انها تفيد منتخب مصر.